مساء الخير يا محمد، اهلا بيك واهلا بآية واهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناة الاهلي في كل مكان. النهارده بالتاكيد احتفالات كثيرة وعديدة وبرنامج هنا في مقر النادي الاهلي بالجزيرة مميز جدا. بداية عايز اقول لك الوفود هنا واعضاء النادي وعائلة الاهلي، لان النهارده هو يوم مع عائلة الاهلي داخل مقر النادي الاهلي بالجزيرة. اليوم حافل جدا بالبرامج الترفيهية، بالحفلات، بعدد من التقارير او عدد من البروجرام اللي هو المنوع الخاص لاعضاء النادي الاهلي وعائلة النادي الاهلي. بدأ منذ الساعة 10 صباحا بالفيستيفال المهرجان الالوان الخاص به هنا داخل مقر النادي الاهلي بالجزيرة، ثم احتفالية وحفلة خاصة من القناة على الهواء مباشرة بوجود طبعا الفنان والمطرب لؤي، ثم هناك ايضا العديد من الفقرات، فقرة الساحر وفقرات عديدة جدا. الناس هنا مبسوطة، الناس هنا سعيدة، عائلة الاهلي النهارده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيرة مبتسمة، الكل بيأدي يوم او عيد الربيع هنا داخل مقر النادي الاهلي بالجزيرة بشكل متميز جدا. والشيء اللافت للنظر الادارات التنفيذيه، يمكن الكل النهارده متواجد بشكل ايجابي، بدايه من العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، ثم الاستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي الاهلي بالجزيره، العميد صلاح مدير امن مقر النادي الاهلي بالجزيره. كل القيادات التنفيذيه متواجده هنا منذ الصباح الباكر في مقر النادي الاهلي بالجزيره، واعداد كبيره جدا. يمكن لاول مره منذ سنوات طويله ارى هذا العدد الكبير هنا داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره لعائله الاهلي. ان هو يوم النهارده مع عائله الاهلي احتفالا باعياد الربيع. في هذه اللحظات انا بتكلم معاك، يمكن حتى احنا موجودين قدام الاستيج الخاص طبعا باحتفاليه داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، احتفاليه كبيره. البروجرام النهارده متنوع لكل الفئات، لكل الاعضاء، لكل العائلات، تبدا من سن الشباب، سن الاطفال، لكبار السن، للرجال، للسيدات. الكل النهارده سعيد جدا بهذا اليوم داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، يوم مع عائله الاهلي هنا داخل مقر النادي. في احتفاليه خاصه وفي حفله اخرى كمان بعد نص ساعه من الان، هتبدا في حدود الساعه 5 مساء داخل مقر النادي هنا. كل سعيد جدا بهذا الشكل، زحام غير طبيعي في كل مكان وفي كل ارجاء مقر النادي الاهلي بالجزيره. وامام هذا الاستيدج هنا موجودين، حتى يمكن بيتم دلوقتي التنويه على الدويتو اللي هيكون موجود بعد قليل من امام هذا الاستيدج، اللي هيكون الكل حاضر بالتاكيد. ويمكن حتى في خلفيه الكاميرا في اعداد كبيره جدا من اعضاء النادي الاهلي ومن عائله الاهلي متواجده امام المبنى الاجتماعي. كل سعيد، الكل مبسوط، بيأدي عيد الربيع هنا في داخل مقر النادي بشكل كبير جدا يا محمد يا ايه. كل سنة طيب يا محمد مرة تانية، والصراحة المنظر عندك مبهج، وأكيد أنت عندك إحساس ياريت توصله لنا تاني، إزاي الأطفال وإزاي عائلة الأهلي السعيدة. وأنت قلت الصراحة كلمة جميلة جدا، إن عائلة الأهلي النهاردة سعيدة، وده أهم حاجة صراحة لازم نشكر عليها مجلس إدارة النادي الأهلي، إنه هو بيوفر لعائلة الأهلي إنها تبقى سعيدة. وبالتالي مفيش حاجة أجمل من كده، إن أنت توصل لنا فرحة الناس، وان انت تخلي اعضاء الجمعية العمومية والاهلاوية كلهم فرحانين، مفيش حاجة احلى من كده. فانا عايزك توصف لي تاني، وانت بقى بتقابل الاطفال وانت بتقابل العائلات.